هنخش مع بعض. بص عارض الحاجه كانه عارض جاتوه يا جدعان. خش كده النهارده بقى كده يا باشا، جايب لك مطعم من احسن المطاعم اللي ممكن تجربها في حياتك، اللي فعلا بيقدم لك الفراخ المشويه والكفته والحاجات الجميله دي. فطبعا مش هقول لك اعمل لايك علشان انت تلقائي هتشوف الاكل هتعمل لايك لوحدك. معانا ومعاكم كده ابو عنتر الكبابجي. حرفيا يا جماعه الناس دي بقى لها اكتر من 60 سنه عارفين ازاي يدوقوك طعم وتست مختلف عن الفراخ المشويه، عن الكفته، عن الطرب، عن الشيش، حاجات كتير قوي، وبالذات الحواوشي يا جماعه عجبني جدا. تعالوا بقى كده اهو ناخد فكره وندوق الطعم الجامد من مستر رامي. فعلا يا جماعه عامل اداره وخدمه ممتازه. تعالوا بينا يا جدعان. الحلاوه والجمال. اه يا صاحبي صباح الرايق. اه يا صاحبي عم صلاح وشغال على الصراحه كلام. لا والله بجد 10 على 10 10 على 10 بالامانه والله. اهو لا لا تمام. اهو ده زبون يا جدعان، ده ده زبون، ده مش عوانطه، ده محل ابو عنتر الكبابجي الجد من سنه من 1960. يا نهار ابيض يا جدعان، من 1960 معانا في المحل. اللهم صل على النبي، بقى له معانا في المحل 44 سنه، بقى له قرن. عم محمد نجيب جوه، محمد الفيومي، بقى له اكتر من 40 سنه معانا في المحل. معانا عمال هنا في المحل يتسموا اصحاب مكان. لا ابو عنتر 100 100. ايه رايك في ابو عنتر؟ لا ده من زمان، من قديم الازل، وابو عنتر معروف من زمان يا جدعان. الناس دي بتقدم عظمه بجد. الله اكبر علينا، من اول باب الشعريه كده للسيده. فين يا غالي كده العنوان عشان عايزين نسهله برده؟ بص انت جاي من باب الشعريه، يعني من ناحيه السيده قبل كوبري المشاب 10 محلات، ومن ناحيه باب الشعريه بعد كوبري المشاب حوالي 10 محلات في العتبه، اكبر محل في العتبه يا جدعان. هتيجي وهتجرب عظمه، هاخدكم على السفره ويلا بينا. عندهم الفراخ بالخلطه بتاعتهم كده اهو، طبعا مختلفه جدا وجديده، عايزك تجربها عندهم لان طعمها فعلا خطير. لكن اللي بجد حلو قوي وعجبني عندك الحواوشي بقى كده يا باشا. اول مره ادوق حواوشي لحم صافي بالتتبيله والطعم والحلاوه دي. هتصدقني انا لو قلت لك ان انا اول مره ادوق فراخ شيش بالحلاوه دي بجد. حرفيا الناس دي قديمه قوي بالذات في الفراخ الشيش، وعارفين ازاي خرجوها لك بالطعم الجامد ده. الطبق ده بقى طبق بيتي حرفيا يا جماعه، من الكبد والقوانص، حاجه كده بقى بالرز الابيض والكلام الجميل. لا دوبني دوب لان طعمه جامد قوي بجد. وصلنا بقى لطبق بابا المجال. الطبق ده فيه كفته وفيه طرب. الطرب هنا عجبني لان طبعا المنديل بتاعه خفيف وطعمه حلو قوي. عندك كمان كده الكفته، كفته لحم بلدي خالص. ونصيحه مني، لما تيجي تاكل كفته كل من عند واحد بقاله يعني زمن في الكار، لان هيديك طعم مختلف. حبيت اختم لك بقى بالطبق الجميل ده بقى، لان ده فعلا يا جماعه بعد ما خلصت الفيديو قعدت كلته كله لوحدي. طعمه جامد قوي ومختلف قوي وعجبني. كان معاكم جرجس البلدوزر من مطعم ومكان ابو عنتر.